هنا في أكبر مزرعة عامودية مائية في العالم، بستانيكا في الإمارات. أستاذة باتريشا حكيم، هلا كيفك أنت؟ يا هلا. الحمد لله، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا، شكرا على الزيارة. بدنا نعزبك، لازم تلبس هيدا المريول. أنا أحب أتعزب، نمشي مع البروتوكول. طيب هذه لها ساعدك؟ لا، خلينا نكتشف إيش ورانا، بما أنه التصوير لايف، مشاهدين استنونا شوية، ما فيها شيء. فبدنا نفرجيك وين الحضانة. حضانة KG1. أول خطوة الحضانة، هذا السفنج كأنه التربة في الحقول العادية، هذه بذور سبانخ ولتس خس، حط البذور هنا غطى، بعدين تروح إلى الممرات هذه اللي بتاخذ 250,000 نبتة، هذه الغرفة فقط للمرحلة الأولى. نحن كنا بغرفة الحضانة، هلأ جينا بالغرفة النهائية، منتج النهائي. فهيدا السفنج بيكون تربة تبع المنتوج تبعنا داخل من تحت، في مي عم تمشي ونحن منجرب نعطي طاقة الشمسية يلي هي الضوء. المنتج تبعنا ما فيه مبيدات ولا فيه كيميائيات، لأنه المنتج ما بيتعرض لأي حشرات ولا للأمراض يلي موجودة بالتربة مثل الإيكولاي والليسترين، هيدول مش موجودين. الزراعة عنا المائية بتوفر 95% من المياه، يعني بالزراعة التقليدية مشان نعمل كيلو منتوج بدنا 317 لتر مي. عندنا هون كيلو المنتوج بياخد 15، توفير رهيب في المويه، توفير 95%. واحنا اكبر استخدام للمويه هو اللي رايح للزراعه اصلا في عالميا، يعني فالمي هي على قدر طلب تبع الزرع. هذا توفير المياه من ناحيه توفير المساحات. المساحه السطحيه للمبنى بالارض اخذه مساحه 10,000 متر مربع، مشان يكون عندنا نفس المحصول يلي عندنا اياه هون بهيدا المبنى خلال سنه كامله. سنه على ارض زراعيه افقيه لازم يكون عندنا مساحه 470,000 متر مربع، اللي هو 47 مرة حجم هيدا المزرعة، 47 ضعف. فأنتوا قاعدين توفروا كل هذه المساحة بنفس المنتجات، بنفس المنتج، منتجات أنظف وما فيها مبيدات. المستقبل هيدا اللي بيتطلبه المستقبل، مشان نقدر نغذي المجتمع يلي عم بيكبر بطريقة كتير كتير كبيرة يعني. وهنا المنتج النهائي، عندهم 4 أنواع خس، سبانخ، جرجير وكيل. أهلا وسهلا، يا سلام، لو باباي موجود هيكون جدا مبسوط، بجنن. والسبانخ عن جد يعني بدك تحس انه اكبر من السوق، لانه السبانخ قاعد بجو ستريس فري. تفضل. ايه ستريس فري، خالي من التوتر، خالي من التوتر، مرتاح، وبالتالي ينمو براحته واكبر من اللي متعودين يعني عليه. يعني فيك تعمله محشي. يا سلام، محشي سبانخ. والسبانخ هو واحد من النباتات يلي كتير تاخد تراب، فلما بدك تغسلها تغسيله صعب. تغسيله صعب، والناس يلي عندهم مشكلة بالكلاوي ما بيخلوهم يأكلوا سبانخ لأنه التراب بيأذيلهم الكلاوي. Hello sir, what's your name? David. David, my name is Ahmed. Where are you from? I'm from Uganda. Uganda. David من يوغندا. I'm Ahmed from Saudi Arabia. I have visited Uganda. Nice country. مزارعين المستقبل، أنا والأستاذ ديفيد. هذه عملية الحصاد في جو مكيف مريح، تم الحصاد، حط في هذه الصناديق، والعلب هذه تروح للتغليف وبعدين التوريد.